أبدأ الحوار مع نائبها أمير. إزاي بتشوفي الحوار الوطني وتشكيل مجلس الأمناء؟ يعني الحوار الوطني كان نفسي يحصل بدري عن كده شوية، بس كويس قوي انه انطلق في هذا الوقت بالتحديد. كان نفسي يحصل عن بدري كده شوية، دي برضو مصر الديمقراطي يعني لازم في، يعني اكيد مش يعني كده؟ هي الحوار بالمناسبة حاجة احنا محتاجينها طول الوقت. حلو. طول الوقت وتفعيله بهذا القدر من الجدية، وانه الدعوة ليه تيجي من القيادة السياسية، دي كلها ضمانات لحوار جاد وتشكيل مجلس الأمنة. في ظني تشكيل متوازن للغاية، وتشكيل يشي بأنه سيدور حوارا جدا، وأتمنى أنه مخرجاته تكون على قدر توقعات الجميع، لأنه في حالة ترقب واسعة جدا لمخرجات هذا الحوار. أعتقد مرينا السنين اللي فاتت بضغوطات كبيرة بالذات المجال السياسي، يمكن كان في حالة من الركود النسبي في وجهة نظري، ما كانش أبدا بالحراك المناسب، ويمكن كان في أولويات تانية، منها أولويات استتباب الأمن، منها أولويات تركيز دعائم الدولة. بس أنا في ظني ما هو سياسي مرتبط بكل شيء، مرتبط بما هو اقتصادي طبعا. مرتبط بما هو اجتماعي، وعلشان يبقى عندنا خارطة طريق سليمة، وعلشان نقدر نحس بتشاركية حقيقية في كل القرارات وفي كل التشريعات، احنا محتاجين وفي أمس الحاجة لهذا الحوار الآن، والأمس الحاجة أنه يجري بشكل شفاف ومشرك للجميع، وانه يبقى الكل على قدر الحدث، بمعنى الرغبة في انجاح الحوار.